دلوقتي هنبتدي نشوف وصفة سلطة البطاطا عبارة عن ايه. عبارة عن بطاطا مشوية في الفرن ومتقشرة ومهروسة زي ما انتم شايفين كده، زبادي، بصل متقطع صغنن قوي، شبت وكزبرة مفرومة ونعناع وفلفل احمر مشوي. طيب هنعمل ايه بقى هنا؟ هنجيب كده بولة كبيرة، هنحط فيها ليمون، وهنحط فيها الزبادي، نحط الزبادي كده بالمية بتاعته عشان دي اصلا فيها كل الفوائد، وهقلبها كده كويس قوي. وبعدين هحط معلقة من زيت الزيتون، وما ننساش الشعرية دي عشان بس ايه ما تتحرقش مننا. هبتدي بقى، شايفين اللبن ده، هبتدي كده احطه مع الشعرية. بس وهسيبه كده لحد ما يتقل. هنا بقى هنحط بقى ملح وفلفل اسود، احنا حطينا الزبادي وعصير الليمون وحطينا كمان زيت زيتون، هنحط بقى ملح كده فلفل اسود ونقلب. احط الشبت، هحط الكزبرة الخضراء، هحط البصل، وبص كده على الشعرية شايفين ابتدت تتقل ازاي، حتى لونها شايفين اتغير. هبتدي بقى احط لها الكريمه، بس واسيبها بقى لحد ما تتقل اكتر من كده وتغلي شويه كمان. هجيب النعناع، نعناع فريش، واحطه، حط معلقه صغننه قوي. الفلفل بقى هحط كده الصوص بتاعه، بس هجيبه هو كده وابتدي اقطعه صغنن قوي. ولو مش عايزينه يبان ممكن كمان نضربه في الكبة بحيث ان هو يبقى زي كده المعجون. هجيب كده البطاطا، وابتدي كده اهرسها على قد ما اقدر. بس بحطها كده هنا.
بس، واحطها كده في الطبق. عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا. هحط كده بس فوق الوش ليمون، مع زيت.